أشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب برعاية ودعم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حافظه الله ورعاه الرئيس الفخري للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية ومبادرات الإنسانية المستمرة في مساعدة الأشقاء والأصدقاء وإغاثة المنكوبين ومد يد العون للمحتاجين في مختلف بقاع العالم، الأمر الذي يأتي ضمن مساعي مملكة البحرين لترسيخ قيم التضامن الدولي وانطلاقا من الروابط الأخوية والإنسانية التي تجمع مختلف شعوب العالم. وأعرب سموه عن عميق شكره وامتنانه بإشادة وتقدير جلالة الملك المعظم بجهود فريق البحرين الإغاثي وما يقوم به من عمل متميز في إيصال المساعدات الإغاثية للشعوب والدول الشقيقة والصديقة، ومشيدا سموه بالدعم الكبير الذي تحظى به المؤسسة من قبل الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، مؤكدا سموه تشرف المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بتنفيذ توجيهات جلالة الملك المعظم. أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة على وقوف مملكة البحرين إلى جانب الشعب الباكستاني في أزمته الإنسانية، سائلا المولى القدير أن يعم السلام والازدهار في باكستان والتي تربطها مع مملكة البحرين علاقات تاريخية متميزة، متمنيا لها ولشعبها الأمن والاستقرار. جاء ذلك بمناسبة زيارة وفد من المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية برئاسة الدكتور مصطفى السيد الأمين العام وعضوية الدكتور وليد المانع وكيل وزارة الصحة وعدد من ضباط الحرس الوطني بزيارة إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بتقديم مساعدات إنسانية إغاثية عاجلة إلى جمهورية باكستان الإسلامية للتخفيف من محنتها جراء الأمطار والفيضانات الغزيرة التي خلفت دمارا كبيرا في البنية التحتية، حيث قام وفد المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بالالتقاء مع المسؤولين في باكستان والاطلاع على حجم الدمار الذي خلفته الفيضانات والتي تبين الكارثة الإنسانية الأليمة التي تمر بها جمهورية باكستان الشقيقة، حيث نقل لهم دعم وتعازي مملكة البحرين قيادة وحكومة وشعبا ومؤكدا عمق العلاقات الطيبة التي تربط البلدين الشقيقين، كما تم خلال الزيارة التوقيع على الاتفاقية مع رئيس اللجنة الوطنية الباكستانية العليا للإغاثة الفريق الركن أختر نواز، والذي أشاد بعمق العلاقات التاريخية المتميزة التي تربط مملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية، مشيدا بالدور الإنساني الذي يقوم به جلالة الملك المعظم في إغاثة المنكوبين في مختلف دول العالم. الاجتماع الآن مع رئيس لجنة الإغاثة والمسؤولين في الحكومة الباكستانية، حيث نقلت لهم تحيات وتضامن سيدي جلالة الملك مع الشعب الباكستاني وتحيات سمو ولي عهد رئيس الوزراء وقائد العمل الإنساني سمو الشيخ ناصر، وأكدت لهم عن دعم البحرين للشعب الباكستاني الشقيق اللي مر بمخاطر ومشاكل طبيعية من فيضانات على منطقة أكبر من بريطانيا، ملايين الناس تأثروا وآلاف القتلى. وشيء جميل إن للبحرين موقف مشرف في هذا الوضع، وقعنا مع اتفاقية دعم الآن، وغدا سنذهب إلى منطقة الفيضانات ونواصل دعمنا، وهذا نابع من قلب قائد كبير سيدي جلالة الملك اللي يقف دائما مع الشعوب المتضررة في الأوقات الصعبة. On behalf of Government of Pakistan and National Disaster Management Authority, I am extremely grateful.
نيابة عن شعبي وحكومة باكستان واللجنة الوطنية الباكستانية العليا للإغاثة، نحن ممتنون للغاية لما قدمته لنا مملكة البحرين. لقد جاءوا في الوقت الذي يواجه فيه شعب باكستان وقتا عصيبا. نحن نواجه مأساة كبرى، فقدنا الكثير من الأرواح والممتلكات والبنى التحتية. في هذا الوقت العصيب تضامنت معنا البحرين وقدمت المشاعر الإنسانية، وهو أمر نقدره بشدة، ونبعث بهذا التقدير لصاحب الجلالة وولي عهده ولشعب البحرين.